بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد حلقة جاية بعد نتيجة مباراة الأمس، لقاء السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش، ونتيجة وأداء وخسارة غير متوقعة. صحيح كل شيء وارد في عالم كرة القدم، لكن في النهاية مهم جدا يكون عندك إصرار وتركيز وجدية لتحقيق البطولات من أجل إسعاد الجماهير في كل مكان. دايما النادي الأهلي بيلعب على بطولة، ودايما جمهور النادي الأهلي بيكون سعيد لما بيكون فريقه في المركز الأول. جمهور دايما بيسعد لما بيكون النادي الأهلي على منصة التتويج. أي مركز تاني في أي بطولة بيعتبر خسارة. كان في توقيت مميز جدا أنك تفوز ببطولة وانت بتستعد الموسم الجديد عشان يكون دافع للمرحلة الجاية، لكن هتبدأ دلوقتي تفكر في إزاي تعالج أخطائك، إزاي تفكر في مباراة إنبي وتكون فرصة للخروج من عنق الزجاجة بعد خسارة الدوري وخسارة السوبر والتركيز في المرحلة القادمة. بالتأكيد كلنا كانت هناك أمنيات وطموحات في الفوز بالأمس، ولكن النتيجة جاءت عكس التوقعات وعكس الأمال اللي كانت جماهير النادي الأهلي وضعها أمام الفريق وأمام اللاعبين بشكل خاص بعد الاحتفالية الخاصة بالنجمة العشرة. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل وفيها كواليس مهمة، وهنستعرض بعض الأخبار وبعض التفاصيل المهمة اللي بالتأكيد جمهور النادي الأهلي محتاج يسمعها من خلال برنامج الترند. لكن أبدأ الحلقة بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة: هل تتوقع حدوث تغيير على تشكيل الأهلي في مباراة إنبي بكأس مصر؟ مباراة إن شاء الله يوم السبت على استاد الأسكندرية في لقاء مؤجل من دور الـ16 لكأس مصر. شاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي: الخطيب يعقد جلسات مع اللاعبين والجهاز الفني. كمان في ترند الأهلي: الفريق يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لإنبي. وفي الترند العالمي: صلاح يدخل قائمة الأكثر دخلا في العالم. استعراض مباريات اليوم: النهاردة في مجموعة من المباريات في كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة 8:30 في مباراة برايتون هيستضيف سوانزي سيتي، والساعة 9:45 في خمس مباريات في توقيت واحد: مانشستر يونايتد يستضيف وستهام يونايتد، تشيلسي يستضيف أستون فيلا، أرسنال يستضيف ويمبلدون، ويلفرهامبتون يستضيف توتنهام، ميلول يستضيف ليستر سيتي. مباريات اليوم في الدوري الأسباني: الساعة 7:30 في مباراتين في توقيت واحد: إسبانيولا يستضيف ديبورتيفو ألفيس، والساعة 7:30 أيضا إشبيلية هيستضيف فالنسيا. الساعة 10 ريال مدريد هيستضيف ريال مايوركا، والساعة 10 فياريال هيستضيف إليتشي. أيضا مباريات الدوري الإيطالي: الساعة 6:30 في مباراتين: سيرنتانا سيستضيف هيلرز فيرونا، وسبيزيا سيستضيف يوفنتوس. الساعة 9:15 كالياري هيستضيف إمبولي، وأيضا في ختام المباريات ميلان هيستضيف فينيزيا. في الدوري الفرنسي: الساعة 7:00 مساء اليوم النهاردة في خمس مباريات في توقيت واحد: مونبيليه هيستضيف بوردو، نانت هيستضيف ستاد بريست 29، والليل هيستضيف ستاد ريمس، وموناكو هيستضيف سان تيتيان. انجي هيستضيف مارسيليا الساعة 9، وأيضا في نفس التوقيت الساعة 9 لانس هيستضيف ستراسبورغ، ليون هيستضيف تروا، لوريان هيستضيف نيس، وميدز هيستضيف طبعا باريس سان جيرمان. مباريات اليوم في كأس الليبرتادوريس: فلامينجو الساعة 2:30 من صباح اليوم أو صباح الغد، فلامينجو هيستضيف برشلونة جواكويل. وآخر المباريات النهاردة في كوبا سود أمريكانا: الساعة 12:15 من منتصف الليل، برجاتينو هيستضيف ليبرتاد. يمكن مباريات مهمة النهاردة، لكن تحديدا كأس رابطة الإنجلترا، وتحديدا مباريات الدوري الأسباني ومباريات الدوري الفرنسي. طيب أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وتفاصيل مهمة وكواليس وأخبار مهمة في فقرة ترند ترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند. طيب ترند ترند النهاردة نبدأ بأول حاجة بعد نتيجة الأمس وخسارة السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش، اللي بالتأكيد بنبارك لهم ألف مليون مبروك لفريق طلائع الجيش وللكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني. أول بطولة في تاريخ طلائع الجيش، بالتأكيد عملوا مباراة
على قد امكانياتهم وقدروا يوصلوا في النهايه للنتيجه اللي هم محتاجينها او الاداء اللي ممكن يوصلهم للشكل اللي هم عايزينه. فبكل روح رياضيه بالتاكيد لازم نبارك لهم على الفوز بكاس السوبر. ولكن امبارح بالتاكيد كان في قرار مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على قطاع كره القدم في النادي الاهلي، وهو انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومه الفريق الاول لكره القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء أمس الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي. نركز بقى في الفقرة اللي جاية دي، مهمة جدا. كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره. إذن هناك متابعة كبيرة جدا للفريق خلال الفترة الحالية، وبالتأكيد البيان أو القرار ما قالش بعد خسارة الفريق. لو ركزنا في تفاصيل الكلام ما قالش وذلك بعد خسارة الفريق مباراة الأمس، لا، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر بالأمس. إذن هي الفكرة مش في مجرد الخسارة، أنت ممكن تلعب مباراة على أعلى مستوى وتأدي فيها وجمهورك ممكن يسقف لك لو أنت عملت اللي عليك، لكن امبارح اللي زعل الجمهور واللي زعلنا كلنا أن أنت بعد خسارة الدوري الكل وقف في صف الجهاز واللعيبة وواقفين في صفهم، وكانت في مشاكل بتحصل وأخطاء تحكيمية، لكن في نفس الوقت كان في بقى دفعه معنويه عشان المرحله الجايه، لان نفس اللعيبه دي حققت، خدوا بالكم بالمناسبه برضو، دوري ابطال افريقيا التاسعه والعاشره على الزمالك وعلى كايزر تشيفز، فازوا باثنين دوري ابطال افريقيا في ظرف 10 شهور، حققوا رباعيه يعتبر الموسم الماضي، دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي، بس لسه عندهم استحقاقات قادمه كان من اليجب او كان من المتوقع او الطبيعي ان الفريق بقى او اللعيبه او الجهاز يركزوا في المرحله اللي جايه. وفرصة بعد الاحتفالية بالنجمة التاسعة والنجمة العاشرة، وان المفروض تكون دي دفعة قوية للعيبة، امبارح الفريق ما ظهرش بالمستوى المأمول او المتوقع منه في مباراة الامس، خاصة انك بتلاعب فريق يمكن رحل عنه معظم عناصره الاساسية ولسه لعيبة قادمة بفترة قريبة جدا وما كانش استعداده للمباراة بالشكل الامثل، لكن يبدو برضو ان الاهلي او الجهاز الفني ما استعدش للمباراة بالشكل الأمثل، فترة الأجازة، فترة الاستعداد، المباريات الودية، مش عارفين الأمور الفنية دي بالتأكيد يقدر يتكلم فيها يعني أي مدرب بشكل أقوى أو أكبر مني بالتأكيد، لكن الجزء اللي احنا بنركز عليه إن الأداء امبارح لم يكن على مستوى المأمول. طيب دي جزئية مهمة جدا، والدليل على كده إن في بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة التقديم أو المردود الإيجابي أو المردود الفني في المرحلة اللي جاية اللي بيستحقه النادي وجماهير النادي الأهلي. إذن هنشوف الفترة الجاية أكيد في اجتماعات، وبالمناسبة يمكن قبل مباراة السوبر كان في اجتماعات للكابتن محمود الخطيب مع بيتسو موسيماني، والنهاردة في اجتماع، واليومين الجايين أيضا عقب مباراة إنبي في اجتماع، لأن خاصة كمان موضوع الجهاز الفني أكيد هيكون الشغل الشاغل للكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط في الفترة الجاية، في ظل ان بعد ما رحل المدرب العام وايضا محلل الاداء اكيد هيكون في تدعيمات للجهاز الفني الفتره الجايه، وما كانش الطبيعي ان يكون بيتس موسيماني الفتره الحاليه كلها ما اداش رؤيته او وجهه نظره في التدعيمات المفروض تكون موجوده في الجهاز الفني، سواء مدرب مساعد موجود معاه او حتى محلل اداء لدعم شكل الجهاز الفني في الفتره اللي جايه. طيب ده جزء متعلق بنتيجه الامس، ولسه عندنا مباراه مع ام بي يوم السبت القادم في دور 16 لكاس مصر. طيب في عنصر ثاني او معيار ثاني كلنا شايفينه إيجابي جدا، وده ظهر كصورة أو فيديو ظهر امبارح من خلال السوشيال ميديا، وإحنا برنامج اسمه الترند بالتأكيد مهتم جدا بكل التفاصيل اللي موجودة عبر السوشيال ميديا. بنت كانت موجودة امبارح في مباراة الأمس مع عدد قليل جدا من اللي كانوا موجودين في أرضية الملعب، والدموع والحزن والزعل من نتيجة مباراة الأمس قدامكم على الشاشة. طبعا عايز اقول لكم يمكن الشيء الايجابي اللي صدر او اللي اقدر اتكلم عليه من خلال هذه الصوره، اولا عايز اقول لك ان شاء الله ربنا يعوضك بفرحه في الفتره القريبه ان شاء الله باذن الله، وما تزعليش وجمهور النادي الاهلي كله ما يزعلش ان شاء الله باذن الله، اللعيبه تكون على قد المسؤوليه هي والجهاز الفني او هم والجهاز الفني، ويقدروا يعملوا نتيجه افضل في الفتره الجايه عشان يعوضوا ما فات. لكن صورتك دي او الفيديو اللي كنت بتعيطي فيه وزعلانه
وصل لكل افراد الجهاز الفني واللعيبه النهارده في معسكر برج العرب. النهارده كان في تمرين الساعه 1، لكن صورتك والفيديو وصل للعيبه، وباذن الله ان شاء الله ممكن تكون صوره او فيديو دور كبير جدا في ان تحسس الناس ان الفتره الجايه لازم يكون في مسؤوليه، لانك مش بتكسب عشان انك لعيب محترف وبس، انت بتسعد شعب، انت بتسعد جمهورك، وجمهورك دايما بيبقى عايز يكسب كل البطولات. ممكن ده يكون عامل ضغط كبير عليك، لكن في نفس الوقت انت بتوصل لسابع سما، الاسم والنجوميه وحاجات كتير جدا ممكن يستفيد بيها اللعيب او الجهاز الفني، لكن اللقطات الصغيره اللي زي دي ممكن نهتم بيها، عشان احنا كلنا بندور في كيان واحد او نادي احنا كلنا بننتمي ليه. القصه مش مساله اصل جمهور اصل جهاز، احنا كلنا منتميين للنادي الاهلي، اعلام، جمهور، جهاز فني، لعيبه، جهاز اداري، مسؤولين، كلنا بنشتغل عشان المنظومه دي تنجح. فلما نشوف لقطه زي دي ممكن تكون سلبيه ان الجمهور زعلان وحزين، لكن ان شاء الله ممكن نستفيد بصوره زي دي ان يكون دافع قوي ودافع ايجابي للعيبه، عشان تحس ان في مسؤوليه، وانك حققت حتى لو 2 دوري ابطال 4 دوري ابطال انت لسه ما عملتش حاجه. طول ما انت بتلعب في الاهلي وبترتدي تيشيرت النادي الاهلي او بتلبس فانيله الاهلي، لازم تدافع عن النادي الاهلي لحتى اخر لحظه وانت بتلعب في الملعب، لازم تفوز بكل بطوله. عمر الجمهور ما يشفع لك لو فزت ببطوله او 2 او 3 وخسرت قدامهم 2-3، لا بالعكس، ادخل الخمس بطولات، حارب على الخمس بطولات، كسبت الخمسه اهلا وسهلا، خسرت بطوله لا قدر الله، بس لعبت مفيش مشكله، اديت مفيش مشكله. فهو الزعل ان ما كانش فيه اداء، فاللي جاي باذن الله نتمنى يكون فيه دعم، والفتره الجايه باذن الله يكون فيه اداء افضل في الفتره اللي جايه. بمناسبه كمان اللعيبه والتشكيل والاصابات والغيابات، يمكن على مدار اسبوع كامل كنت حاولت ابحث في موضوع بيرسي تاو اكتر بشكل تفصيلي، عشان بعد ما طلع دكتور احمد ابو عبله واتكلم في برنامج البيت الكبير وشرح موضوع بيرسي تاو بشكل اكبر، برضه حبيت اعرف التفاصيل اكتر من اتحاد جنوب افريقيا. يمكن الخبر ده انتم ممكن تسمعوه لاول مره، بس ايه الموضوع في بخصوص بيرسي تاو؟ الناس بقى يمكن الناس طلعت قالت اصل الاصابه مزمنه، اصل الكشف الطبي. طيب اتحاد جنوب افريقيا، وده من مصادر في اتحاد جنوب افريقيا، ارسلت للنادي الاهلي تقرير طبي ان اللاعب اصيب مع منتخب جنوب افريقيا. اعتقد الامر كده هيبقى واضح للجميع، اللاعب اصيب في معسكر منتخب جنوب افريقيا في شهر 9 لما كان بيلعب الجوله الاولى والثانيه في تصفيات كاس العالم. اعتقد كده الامر بالنسبه لكل الساده المشاهدين بقى واضح جدا، اللاعب ما عندوش اصابه مزمنه، الكشف الطبي يعني ما كانش فيه اي مشاكل، ولما كان موجود مع المنتخب اصيب مع المنتخب الوطني هناك في جنوب افريقيا، ثم عاد للنادي الاهلي وباجراء الكشف الطبي مع اول مران ثبت ان عنده اصابه في العضله الضمه. اذا اتحاد جنوب افريقيا اصلا بعت خطاب رسمي للاهلي بتقرير طبي وقال ان اللاعب اصيب معايا في المعسكر. الفتره الجايه هوجو بروس اكيد عامل قائمه مبدئيه ب 34 لاعب عشان يستدعي كل اللاعبين. هل معنى ان هو طلع قائمه ب 34 لاعب ان بيرسي تاو من ضمن الاسامي هيكون موجود؟ لسه في قائمه نهائيه هتعلن خلال الاربع خمس ايام القادمه، ممكن يكون بيرسي تاو منها او مش منها، لكن في النهايه اللاعب حاليا مصاب. اكيد النادي الاهلي هيرسل تقرير طبي ان اللاعب مش هيكون جاهز لمباراتي اثيوبيا امام جنوب افريقيا في الجوله الثالثه والرابعه يوم 6 و10 اكتوبر، وهيتضح ده خلال الفتره اللي جايه. لكن كان مهم اثبت واعلن ان جنوب افريقيا اصلا في خطاب رسمي قالت ان اللاعب اصيب معاها في معسكر اثناء تصفيات كاس العالم في اوائل الشهر الجاري. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب يمكن في هذه الاثناء او في هذه اللحظات يمكن كان في اجتماع مهم جدا داخل مقر اتحاد الكره في الجزيره، وهو الامر متعلق برابطه الانديه المحترفه. الخبر الرسمي اللي تم اعلانه منذ قليل، عقد اليوم المكتب التنفيذي لرابطه انديه القسم الاول لمسابقه الدوري العام جلسه اجراءات برئاسه اللواء صفي الدين بسيوني بوصفه اكبر الاعضاء سنا، حيث اعلن بالتوافق مع المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه استمرار مندوبي الاتحاد في المكتب التنفيذي وهما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت تسويلم كداعمين للاعضاء المختارين من قبل الانديه، وترك حريه تشكيل هيئه المكتب فيما بينهم. وعلى هذا الاساس تم الاستقرار على اختيار احمد دياب رئيسا للمكتب التنفيذي للرابطه وعماد متعب نائبا. طيب لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اروح مباشره عبر الهاتف مع الزميل العزيز الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع عشان نعرف كواليس هذا الاجتماع وما دار في اجتماع رابطه الانديه المحترفه واول اجتماع للرابطه بعد اعاده تشكيلها في الفتره الاخيره. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك. مرحب بيك يا استاذ محمد وكل سنه طيب وحضرتك طيب.
طيب بما انك بقى من اكتر الناس اللي على درايه بكواليس اتحاد الكره وما يدور داخل اتحاد الكره، اجتماع رابطه الانديه النهارده والاستاذ احمد دياب اصبح هو رئيسا للرابطه والكابتن عماد متعب نائبا، يعني التشكيل جه ازاي؟ الترشيحات والاختيار، واعتقد كده ما كانش في انتخابات في ظل ان اللواء صفي النهارده مع المهندس احمد بجا كان في اتفاق ان يكونوا مندوب الاتحاد اعضاء فقط في الرابطه وما يكونش اي حد فيهم في انتخابات رئاسه الرابطه. بص يا محمد، هو في البدايه يعني كان في خلاف على الرابطه تبقى رابطه ولا لجنه. تمام. بسبب اللائحه، هنمشي على اللائحه القديمه ولا اللائحه الجديده بتاع عمرو جنايني. فبالتالي اللي حصل النهارده كان بنشكو على القرارات او اللائحه الخاصه باخر لائحه تم اعتمادها، ان تبقى عدد الرابطه 7 افراد، 5 مرشحين من الانديه و2 مرشحين من اتحاد الكوره. 2 مرشحين اتحاد الكوره لهم حق الانتخابات، يعني فبالتالي الانتخابات تبقى بين ال5 اعضاء، او الاختيار بيبقى بين ال5 اعضاء اللي هم مترشحين من الانديه. زي ما انت قلت يا احمد، فعلا يعني ما كانش في اتفاق، هو كان في شبه اتفاق خلاص ان احمد دياب يبقى رئيس للرابطه، معاه عماد متعب مثلا على النادي الاهلي نائب، كالتالي خالد رفعت مثلا عن الزمالك، شريف صلاح، وبعد كده الحاج عامر حسين، ومعاهم 2 مرشحين اتحاد الكره اللواء سارة سويلم واللواء صفي بسيوني، دول ممثلين او ممثلين عن اتحاد الكره وبالتالي اعضاء. تم خلاص يعني زي ما انت قلت محمد برضه، يعني مش انتخابات، هو خلاص اكيد تم التصويت، تم اختيار احمد دياب رئيس وعماد متعب. تم الاتفاق خلال الاجتماع برضو ان يبقى الحاج عامر حسين مشرف على الانتخابات جدا الفتره الجايه يا محمد، يعني كان عليه مهمه كبيره جدا ان هو الراجل، يعني الاجتماع النهارده اكد لهم ان هو مجهز تصور سيناريو لشهر الدوري، محمد بقى مجموعه واحده من كل واحد او مجموعه بالنظام العادي اللي احنا متعودين عليه او مجموعتين، فمجهز اكثر من سيناريو هيتم عرضه على الرابطه يوم الاحد، وبعد كده الرابطه هتعمل اجتماع للانديه الدوري الممتاز ال 18 كلهم عشان تاخد رايهم، خاصه ده موضوع مهم جدا لكابتن الدوري النادي الاهلي عامل ازاي. فتم الاتفاق ان هو يتم عرض الامر الاول على الرابطه، وبعد كده يتم عرضه على الدوري الممتاز ال 18 في اجتماع رسمي، يعني يشوفوا التطورات اللي حصلها للحاج عامر حسين وايه الافضل للدوري السنه الجايه، خاصه محمد انت عندنا ارتباطات كبيره جدا. اكيد اكيد. طيب محمد، عندي كذا استفسار في الموضوع ده. هل الاستاذ عامر حسين او الحاج عامر حسين هيكون مشرف على اداره المسابقات، فمش هيبقى في رئيس للجنه المسابقات، ولا هيبقى اداره مسابقات والمشرف عليها الحاج عامر حسين بس؟ هتبقى اداره مسابقات، واحد لسه هيتم الاختيار من داخل اتحاد الكره لاحد الموظفين الموجودين في لجنه المسابقات، والحاج عامر هيبقى مشرف على اللجنه، يعني قائم باعمال رئيس اللجنه، فبالتالي هو يبقى مشرف على اللجنه ومعاه الناس. طب هل ده قانوني يا محمد؟ يعني هل قانوني ان عضو الرابطه يشرف على لجنه من اللجان؟ مشرف عادي، لكن رئيس لجنه ما ينفعش، يعني رئيس لجنه ما ينفعش، لان هو يبقى مشرف ويبقى في مدير مسابقات من داخل اتحاد الكوره. نفس الكلام برضه في الفتره الاخيره كده والاتحاد الرسمي للرابطه. تمام. يعني هيبقى لو في حاله عوده جماهير هيبقى مسؤول عن امن الملاعب، مشرف على امن الملاعب وعوده الجماهير الاجتماع يعني النهارده كان مجمله، يعني معظم النقاط اللي هو تحديد شكل الفتره الجايه هيبقى ايه، اهم ملف طبعا شكل الدوري السنه الجايه هيبقى عامل ازاي، الارتباطات اللي جايه، شكل الرابطه، الاستثمارات اللي هتخش للرابطه ازاي، تعب الانديه في دعم ازاي يكون يبقى نفسه، الحاجات دي كلها هي هدف الرابطه الفتره الجايه ان شاء الله، يعني تبقى رابطه بالشكل اللي احنا عارفينه محمد، بشوف دولات كبيره ولا دوله انجليزيه او دولات كبيره، ففي الاخر ده بيصدف مصلحه الكوره. طيب محمد، عندي سؤال اخير بس يعني عايز افهم منك تفصيلته بالظبط. اللجنه او الرابطه اللي تم تشكيلها هي على اللائحه اللي حاليا في اللجنه الاولمبيه بتم دراستها قانونا، صح كده؟ ولا على لائحه 2017؟ على اللائحه الجديده المفروض ادام الاثنين اعضاء اعتمادها على اللائحه الجديده. اللائحه الجديده، طيب في نقطه ثانيه، هو المسمى ده مهم جدا، هو مجلس اداره رابطه ولا مكتب تنفيذي؟ دلوقتي
محمد حاول بس تغير مكانك عشان الصوت مش واضح. رابطة أندية الدوري المكتسب. لكن المسمى القديم لجنة الأندية، لجنة الأندية بتبقى محمد قراراتها صوتية. تمام، بس هي حاليا اسمها مكتب تنفيذي ولا مجلس إدارة رابطة؟ مجلس إدارة رابطة الأندية. مجلس إدارة رابطة. رابطة أندية، رابطة هي المسمى بتاع محمد رابطة أندية أو لجنة أندية. المسمى القديم بتاعنا اللي هو لجنة أندية. لجنة أندية. اللي هي لجنة الأندية اللي هي مع احترامي يعني ملهاش لازمة. زي ما بيقولوا كده كان اتحاد الكره بيختار على الورق طبعا. على الورق فقط. على الورق. طب اخر سؤال هل في تصور لعوده الجمهور؟ يعني الرابطه هيبقى ليها دور في الساعات اللي جايه انها تطرح فكره عوده الجمهور في الدوري الفتره الجايه؟ بص، هو احمد دياب لسه خارج من شويه ومصرح، يعني سالناه في المواضيع دي كلها قال لك الحاجات دي لسه محل نقاش، وهيتم طبعا مش هناخد قرار من نفسنا دلوقتي، لازم بالتنسيق مع الدوله هيشوفوا الصالح للدوري وللدوله الفتره الجايه هيعملوه، يعني الملفات دي كلها هيتم طرحها من الاسبوع الجاي. لكن موضوع عوده الجماهير قال لك موضوع مهم جدا جدا طبعا وعلى اولوياتنا، بس لسه لغايه دلوقتي ما خدناش فيه اي قرار وما اتطرقناش ليه بشكل كبير، هيتم مناقشته وعرضه الفتره الجايه وان شاء الله. اتمنى طبعا عوده الجماهير مدرجات بشكل طبيعي بإذن الله. الزميل العزيز الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، ويمكن أسقطنا عليك شوية في الأسئلة، أنا عارف كنت موجود في اتحاد الكورة وبتتابع اجتماع مهم زي ده، فكنا عايزين نعرف منك كل التفاصيل، وبالتأكيد وضحنا كل التفاصيل لكل السادة المشاهدين بخصوص الوضع القانوني لرابطة الأندية المحترفة والإجراءات المتبعة في الفترة اللي جاية، لأن لسه عندنا مسابقات وعودة الجمهور والدوري السنة الجاية مجموعتين، كل التفاصيل دي هنشوفها الفترة الجاية. لكن الجزئية الأهم، مفيش لجنة مسابقات، المهندس عامر حسين أو الحاج عامر حسين هيشرف على إدارة المسابقات، وهذه الإدارة هم الموظفين الموجودين داخل الاتحاد اللي هم أصلا كانوا بيعملوا مسابقات الموسم الماضي. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونبدا مع بعض ترند الأهلي ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي، ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا وإزاي السوشيال ميديا تفاعلت مع نتيجة مباراة الأمس. نبدا مع بعض الصفحة الرسمية لي في الجول على الفيسبوك، نشروا الغرامة ليست الإجراء الوحيد، مصدر بالأهلي اللي في الجول، جلسات منتظرة من الخطيب بعد خسارة السوبر، العقوبات على اللاعبين لن تتوقف عند حدود غرامة 300,000 جنيه الموقعة على أعضاء الأجهزة واللاعبين، كابتن محمود الخطيب سيعقد جلسة حساب وعتاب مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بسبب المستوى وليس فقط بسبب النتائج وخسارة بطولتي الدوري والسوبر، سيكون هناك حديث عن عدم تطور الأداء وتكرار الأخطاء وعدم تطبيق سياسة التدوير وعدم إعطاء فرص عادلة لجميع اللاعبين رغم توفير الإدارة لصفقات وتدعيمات ممتازة، كذلك سيكون هناك جلسات تحذيرية لمجموعة من اللاعبين من الاستهتار والتراخي، وسيكون الحديث فيها على أنه لا يوجد مكان في الأهلي لأي لاعب توقفت طموحاته عند نقطة معينة. دي كواليس وأخبار مصدر بالأهلي ليه في الجول بخصوص الجلسة المنتظرة من الكابتن محمود الخطيب بعد خسارة السوبر. طيب نشوف كمان ردود أفعال أخرى من المصري الرياضي على تويتر، وبيتكلموا على اجتماع حاسم في الأهلي لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق، بالتأكيد ممكن يكون في اجتماع النهاردة خلال ساعات واستعدادا لمباراة إنبي في الفترة اللي جاية يوم السبت. أيضا كمان الأهرام ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر أخبار بتقول طاهر والسولية وياسر إبراهيم أبرز ضحايا السوبر المحلي، بيتكلموا على فكرة أن طبعا ياسر إبراهيم كان بادئ في التشكيلة الأساسية وكان بعيد في الفترة الأخيرة بسبب مشاركة بدر وأيمن أشرف، طاهر محمد طاهر عاد للتشكيلة الأساسية بعد غياب بسبب إصابة، وكان البعض بيتوقع أن يبدأ بلويس ميكسوني والسولية في وسط الملعب، يعني هي في النهاية الخسارة بتبقى في النهاية ممكن بسبب أداء الفريق بشكل عام. صفحة الأهرام ومن خلال حسابها الرسمي أيضا كمان على تويتر كتبوا حزن في المران استعدادا لمباراة إنبي، النهاردة كان المران في اليوم التالي على طول بعد المباراة ما كانش فيه راحة، واستعدادا بالتأكيد لمباراة إنبي في كأس مصر، لكن طبعا في حزن، أكيد لازم يكون في حزن لأن بالطبع الجمهور كان مستني بطولة بعد الأحداث الأخيرة وبعد الاحتفال بالنجم العشرة، المفروض يكون في دوافع أكتر للفترة اللي جاية. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الأخير من برنامج الترند وهيكون مخصص فقط لآراء ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وجمهور النادي الأهلي على الإجابة في السؤال بخصوص توقعاتكم، هل ممكن يحصل تغيير على التشكيل ولا لا؟
إيهاب بيقول لازم يحصل تغيير، أحمد عبد القادر مكان أفشة، ميكيسوني مكان طاهر، وممكن ألعب بعمار حمدي وديانج مكان السولية وحمدي. طيب ده فكرة التشكيل المتوقع أو تغييره في مباراة إنبي. فادي محمد بيقول أتوقع تغيير في التشكيل، عمار حمدي وأحمد عبد القادر وحسام حسن. نشوف كمان رأي آخر، محمد عبد الحميد بيقول لازم يلعب الشناوي، أيمن وبدر وأكرم ومعلول، سولية وديانج، أفشة، الشحات وميكي سوني ومحمد شريف. كمان رأي آخر، نورة بتقول مش مهم التغيير، المهم روح وشخصية الأهلي هي اللي ترجع، والعب برجولة والقتال لآخر دقيقة. رأيك في محله؟ أي 11 بس، المهم الأداء بجدية ورجولة في الملعب. سعد ماهر إن شاء الله أكيد هيكون في تغيير، كل الدعم للفريق والجهاز الفني والأهلي فوق الجميع، إن شاء الله الدعم في الفترة الجاية ويكون الكل على قدر المسؤولية. محمود جابر عايزين تغيير في التكتيك مش التشكيل بس. والله يا جماعة جمهور النادي الأهلي ده بيتكلم في الكورة بشكل رائع جدا، رؤية تانية برضو، التكتيك مهم جدا، ممكن تحط 11 مميزين لكن التكتيك ده مهم بالنسبة لأي مدير فني مع أي فريق. أبو خالد وده آخر رأي معايا، بصراحة في ظلم من المدرب، فين كهربا، فين ديانج، فين محمد هاني؟ تعلمنا دايما في الأهلي وتعلمنا دايما بشكل عام في خصوص علم الكورة، المدير الفني هو صاحب الاختيار الأول والأخير، وهو أدرى واحد بقدرات اللاعبين ومن خلال اختياراته للتشكيلة واللعيبة في الفترات الأخيرة. لكن مهم جدا وإحنا بنختم الحلقة لازم نركز على المرحلة اللي جاية، عندك مباراة إنبي في كأس مصر يوم السبت دور الـ16، تكسب وتلعب مباراة كويسة عشان تسعد جمهورك، لان كمان مهم جدا بعد مباراه انبي الجمهور هيكون متشوق ان يستنى الاهلي في اقرب مباراه واقرب بطوله، هيكون في توقف بسبب الاجنده الدوليه بالنسبه لمنتخبنا الوطني، توقف اكتوبر في تصفيات كاس العالم، فبالطبع هيكون اول مباراه بعد انبي هتكون مباراه دوري ابطال افريقيا امام بطل النيجر احد ايام 16 او 17 اكتوبر. لكن مهم جدا عشان تسعد جمهورك لازم تعمل اداء مميز جدا عشان الجمهور ده واقف في ظهرك وفي صفك وعايز يفرح ويسعد من خلالك على مدار التاريخ، ودايما جمهور الأهلي على الحلوة والمرة معاه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.